السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين ندي دول للتضاريس اللي عندنا ديت، اجي هنا واقول له انا عايز ترين زيمس وابدا اختار زيمس معين. لو انا ما عنديش خالص زي كده اقول له اد نيو زيمس، ممكن تفعل اكتف اونلي لو انت عايز تتحكم في الجات اللي انت شفتها. طيب ده هنا نيو زيمس، تقدر تديله الاسم اللي انت عايزه، هتعايز تعمل للارتفاعات ولا الاسبكت ولا للسلوب. هنجرب التلاتة، المينيمم فاليو قد ايه والماكسيمم فاليو قد ايه، الديستريبيوشن توزيعها هيبقى قد ايه، نمبر اوف رولز قد ايه، وبعد كده الشفافية، دي بقى الالوان اللي انت عايز تختارها للتلوين. طب قول له اوكي، هيبدأ يعملهم لك بالشكل ده. ممكن نقول له بقى احنا عايزين نعمل ايديت وتدخل تعدل فيهم زي ما انت عايز، يعني ممكن بدل الالفيشن تقول له اسبكت، ممكن تقول له اسلوب فيبدا يجيبهم لك بالالوان الاسلوب بالشكل ده، او ممكن تقول له انا عايز واحد جديد وتبدا تختار مثلا الريسبكت بتاعك، تقدر تختار الشفافيه، تقدر تختار التدريج اللوني من لون ايه للون ايه. اوكي بالشكل ده تقدر في اي وقت تختار وتعلم. ممكن اكتب اونلي هيجيب لك بس اللي انت مختاره. طبعا كل الالوان دي تقدر تتحكم فيها. انا بيقول لك اللون الاحمر من 0 ل 15، اللون الاصفر من 15 ل 30، فمجرد ان انت تبص كده ومعاك ده المفتاح بتاعك تقدر تختار الالوان اللي انت عايزها. لو شلت عامل صح خلاص بترجع للون الطبيعي. الفيوتشر زيمز تقول له انا عايز فيوتشر زيمز، طيب انت عايزه مثلا البيلدينج، الكفر اريا، الريلوي، الروتس، ممكن تقول له مثلا روتس. اوكي هيبدا يعمل لك تلوين للروتس بس. طيب ممكن نقول له احنا عايزين واحد تاني خاص بالمباني. اوكي فيبدأ يدي لون للمباني. ممكن تقول له انا عايز ده لوحده او دول الاتنين مع بعض، يبدأ يجيبهم لك بالشكل ده.